وكم من غنائم جميل لست اهلا له نشرته. اللهم يا غضب بلائي وافرت بي سوء حالي وقصرت بي اعمالي وقعدت بي اغلالي وحبسني عن نفعي بعد امالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بديانتها ومطالي. يا سيدي فاسالك بعزتك الا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال أغفر وعلي في جميع الأمور أطوفا. إلهي وربي وسيدي إلهي والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القدر فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك. يا فلك الحمد علي في جميع ذلك فلك الحمد في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك أتيتك يا إلهي وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا مستطيلا منيبا مستغفرا منيبا مقرا مضعيا معترفا لا اجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا اتوجه اليه في امري غير قبولك بذري وادخالك اياي في سعه من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضروري وفكني من شمس وطاق يا ربي ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة ضمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب من اقتداء كرمك واسعني في برك بي يا إلهي وسيدي وربي
كيف أسكن في النار
أم كيف نخرق هذه العتاب العينين التي بكت ولا الحسار؟ كيف يا سيدي كيف أسكن في النار ورجائي مهجور؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لأن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الأرض. إن كان مسكني في نار يا سيدي لأخبرن أهل النار عن جودك وكرمك. كيف أسكن في النار ورجائي مهجور؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. أين كنت يا ولي المؤمنين يا دار